بأقرب وقت رح دبر المصاري واشتري لك بوت رياضة. أمي صدقيني مو كتير مهم، فيني اشتري بوت رخيص، لا تشغلي بالك. ما بقبل بهالحكي، أنا رح اشتري لك كل شي. اليوم ما قدرت إني اشتغل، صار معي شوية مشاكل، بس لا تاكل هم بنوب، بكرة رح اشتري لك أحلى بوت. شفت لي هالولد شو عمل فينا؟ لكل واحد بيخجل على حاله شوي. ومن شو بده يخجل يعني؟ الزلمة عم يشتغل شغله. قلت لي شغله؟ فهمني أنو شغل هاد؟ إذا عثمان عرف يلي عمله مراد صدقوني ليوقفوا عند حده. دخيلك عمو ماهر، أصحك تخبره وإلا رح يتضايق كتير. أكيد هلأ ولا بعدين رح يعرف. آخ آخ، بس لو إنه أخذنا عثمان معنا لكان قدر يعرف شغله معه لهذا مراد. إيه، وإنت حاجة تكبر القصة. وإنت برأيك مالها كبيرة؟ ها؟ يعني معقولة نترك الجمعية بهالبساطة بعد كل هالتعب والعذاب يلي تعذبنا من شانها؟ خلص صار يلي صار، أهم شي هلأ عمو عثمان ما يعرف. طبعاً طبعاً، نحن ما رح نخبره. طالما أنتوا هيك رأيكم ماشي، بس صدقوني إذا سمع بالقصة من حدا تاني أنا رح أحاسبكن أنتو الاثنين، اتفقنا؟ جلال؟ ها؟ شو صار؟ اللي بعت ماكينات المساج؟ ايه بعتهن. ولك وطي صوتك شوي، بخاف المعلم عثمان يعرف بالقصة. دخيلك يا ربي، شو بدي ساوي؟ أنا لازم أخلص من هاي الورطة وراضي العالم، بس ما في ولا قرش بجيبتي. لازمني رأس مال لوسع تجارتي وجيب بضاعة منيحة. إذا قصدك على المصاري فيني دبر لك مصاري. وأنت من وين لك المصاري ولا؟ بالله شو معي، صدقني في كتير مصاري بخزنة أمي. أيوة، وأنا يلي كنت مفكرك عنياتك والقط بياكل عشاك، بس تاريك طلعت مانك قليل يا عرفان أفندي. بجيب لك المصاري، بس بصير شريكك بالشغل، وإلا ما في مصاري. ماشي، أنت جيب المصاري. 20% لك. لا والله، باخد 70%، وهذا آخر حكي. يعني هذا اللي كان ناقصنا. ها؟ خلاص 70% حلال عليك. اتفقنا. بشو رح نشتغل؟ لأنه أنا لازمني شغل ومصاري بسرعة. لا تشغل بالك بهالموضوع، أخوك جلال صاحب أكبر المشاريع، بكرة جيب لي هالمصاري ولوقتها بكون فكرت بالمشروع تبعنا، وحتى بجوز تلاقيني مبلش بالمشروع كمان. معناته اتفقنا شريك. مصاري مصاري. قلت لكم بابا كان في عندي شغلة ضرورية، وبعدين استنيت شوي لحتى يخلصوا الطوق. مرقت على خير، بس حضرتك يعني ما عاد فيك تخلص شغلك قبل بيوم؟ هيك عادتك بتضل تتركه لآخر دقيقة. بابا انت بتعرف طبيعة شغلي، ما بعرف من وين بتطلع لي هالمشاكل، وما بعود اقدر شوف بعيوني. سليم ابني، انت بتعرف ما حدا عم يجبرك على اي شيء ولا عم يزعجك، بس يا ابني لازم تعرف أنه الزواج ما بصير من شان خاطر حدا، وتأسيس العيلة مو بالغصب يا ابني. يعني أنت مفكر أنه ما بدي أتزوج أسيل؟ إذا كان في جواتك أي شك صغير أو عندك أي تردد انهي الموضوع فوراً يا ابني، أحسن ما يتأخر الوقت، وهيك بصير الوضع صعب كتير. لساتك مفكر أني تأخرت على الخطبة عن أصل؟ لا أبداً، بس عم أعطيك نصيحتي أنا. بابا أنا ما بحبها لأسيل، بس بعرف قديش قلبها نظيف وصافي، وغير هيك أنتوا بتحبوها، صدقني هذا الشي بكفيني. طالما أنه هذا رأيك
أنا رح أكون مطمن عليك. عملت لكم أطيب فنجان قهوة. أيوة. يسلموا إيديك أمي. تفضل عثمان. ها شو صار؟ حكيتي لي معها شي؟ حكيت لك معها. هي الست شفاء عم تستنانا بكرة. أوف، بشو بدي اتحجج لحتى اطلع؟ ماني مطمنة لهالشغلة بنوب. حاجتك بقى، انتي عم تعملي هيك كرمال ابنك، لا تقلقي. اختي ناريمان تفضلي لجوا. لا شيخي شكرا، انا بس مريت لخبر نيسان عشغلة وروح. فاتحين محل جديد وفي بضاعة كتير حلوة، غرف للولاد وكل شي بيحتاجوه، والله عندهم بضاعة بتجنن. بالله جد؟ معناتها نيسان ما في مشكلة، روحي مع بكرة تشتروا اغراض وبتتسلوا. ايه والله منروح بكرة. شكرا كتير لإلك والله يرضى عليك لأنه خبرتينا. العفو شيخي، ولو هذا من واجبنا. تصبحي على خير. وانت من أهل الخير. طيب صار لازم روح، قبل ما امشي لا تنسي تجيبي مصاري بكرة. بس بدك تبحبحيهم. ماشي ماشي. الله معي. بكرة رح ينقوا لاعبين الفريق وأكيد رح ينقوني بالأول. أنا ورأفت ألعب اثنين. مو أحياناً بعد المدرسة منعمل مباريات وأقل شي بسجل 3 أهداف. أمي أنت عم تسمعيني مو؟ طبعاً سمعتك حبيبي. ما قلت 3 أهداف؟ إيه أمي، بأسوأ الأحوال منتعادل معهم، بس بأغلب المباريات نحن منربح. بكرة بس ألبس هالبوط الجديد وقتها بتشوفيني بالملعب. يلا أمي رح خلص. مو قبل نص ساعة قلت لي هالحكي؟ حط عليك كل هالمصاري وبجيب لك أساتذة خصوصي وما عم تعرف تخلص هالوظيفة التافهة. ماما أنا آسف بس كنت. أنت بس شاطر بالتنبلي. أنا كنت أشتغل ليل نهار كرمال مستقبل حضرتك. أنت ما فكرت كيف معيشتك أحلى عيشة؟ يا ريت لو تحسسني إنه ما ضاع تعبي على الفاضي. دخيلك يا رب تساعده لعمر. بس أنا بعرف منيح شو رح أعمل فيك. أمي شو عم تعملي؟ تركيهم بترجاكي. منشان تتعلم امتى الواحد لازم يخلص وظيفته. امي اذا ما اخذت الكتب على المدرسه الاساتذه رح يبهدلوني. منيح خليهم يبهدلوك، بلكي بتحط عقلك براسك. خدي هدول. امي هالباب ما بينفتح لبكره. اذا بعرف انك فتحتي الباب وعمر طلع لبرا رح حاسبك الك. عم تفهمي علي؟ امي افتحي الباب. امي أمي بتشكرك كتير خالي. صباح الخير يا ستة. صباح النور ناريمان. أهلا وسهلا تفضلي. شايفة الكنة وحماتة عم يدردشوا؟ الله يزيد المحبة. أصلا نحن هيك من زمان ما لها شغلة جديدة. وليش ماني شايفة العريس معكم؟ سليم راح المدرسة بكير وبعد شوي أنا رايحة لعنده.
مقررين نطلع مع بعض. ايه وانتي رايحة معه بهالشكل؟ كيف؟ ليش شبني؟ أسيل كيف يعني شبكي؟ مو انتي صرتي خطيبته لسليم هلأ؟ يعني لازم تديري بالك كتير منيح على لبسك وأواعيكي. يا حياتي يلي أنا بقصده، إذا بتلبسي له أواعي بيلفتوا نظره، صدقيني وقت سليم رح يصير يتعلق فيكي ويحبك أكتر. كلامي غلط شي؟ ناريمان من وين طلعتي لي بهالحكي هلأ؟ أسيل ما في داعي تعمل أي شي مشان تلفت نظره لابني سليم. خالة شكراً، مو معقولة أنتي؟ مو لازم البنت تكون مثل ما بيحب الزلمة اللي رح تتجوزه وتعرف شو ذوقه وشو بيعجبه؟ يعني لازم تعمل كل هالشغلات اللي بتعجب خطيبة. الله يبعث لك الهنا. بس سليم وأسيل مو جديد تعرفوا على بعض، ما في داعي لهالحركات الفاضية. مرحبا عمر، قلي انت شو عملت بحساب القيمة المختلفة؟ عن جد عمر، مشان نوجد مجموعة اعداد القيم المختلفة مو لازم نعوض لصفر؟ شو صفر؟ لازم نعوضها باثنين. لا لا مو هيك ابدا، لايجاد الصيغة الثابتة للقيمة منعوض المتغير بصفر. لا تقول ولو تو. طيب بشو لازم نعوض لنوجد اعداد القيم؟ لازم تكون بهي الطريقة. لك شبك باي طريقة ما تكمل؟ عن جد عمر، ما في حدا بالمدرسة كلها بيعرف بالرياضيات مثلك. عمر، سارة بنتي واقفة شوي، بدي احكي معك بموضوع. انا سمعت شوية حكي بس والله يا بنتي هالحكي اللي سمعته مالي على أفيه، لا من قريب ولا من بعيد. شو سمعتي؟ ما فهمت. ميران حطتك براسها وعم تنبه على كل النسوان إنه ولا وحدة تشغلك عندها بالبيت. أنا ما بعرف شو مشكلتها معك بس والله هذا اللي عم بيصير. إيه أنا بعرف إنك أخذي على خاطرك مني، بس فيكي تيجي تشتغلي ببيتي إمتى ما بدك، أنا باب بيتي مفتوح إليك دايما حبيبتي. شكرا كتير إليك نديمة خانم، بس أنتي نيتك مبينة وأنا مستحيل أقبل إني أتزوج ابنك عرفان، فلا تعبي حالك معي على الفاضي. والله صحح لك تتجوزي ابني عرفان. يلا أنور، علي مسيك. برافو عليك، كتير منيح. لك شف لي على هالطلاب يلي بيشوفهم بيفكر عم يحضروا لكأس العالم، بركي بتزبط معهم. والله مين بيعرف، الأستاذ سليم عم يهتم فيهم كتير. إذا بتجيبولن لهالأغبياء أفضل مدرب بالعالم ما رح يطلع منهم شي. حلوة كتير، يلا اللي بعده. يلا علي، برافو عليك. يلا شباب بدنا همة أكتر.
شبك خيري؟ شو صاير لك انت؟ دخيلك لا تسألني يا عثمان، مصيبتي رجائي هددني وقال بده المحل اللي تبرعت فيه، وهلا موكل محامي يا بياخده بالمنيحة او قال انه رح ياخده غصب عني بالمحاكم. يلا تعال عود وريح حالك. البني آدم دائما بطبعه طماع، الله يهديه ويرده للصواب. عثمان شو رأيك روح أنا لعند المحامي وإحكي معه بالقصة؟ هلأ روق ولا تتوتر، روح على البيت وطمن بالك على الآخر ماشي؟ وأنا كمان راح أحكي مع الشيخ أحمد بالموضوع وإن شاء الله منلاقي له حل. الله يحميكم ويرضى عليكم. يلا جلال. نعم معلمي. أنا بيجي بعد الصلاة، دير بالك على المحل بغيابي الله يرضى عليك. يا أمرك معلم، روح ولا تشغل بالك بنوب. ألو اسمعني، يلا جيب البضاعة راح أشتري. كأنه لعب عمر حلو أستاذ؟ حلو كتير. كيف يعني؟ عمر شاطر باللعب، بيتحكم بالطابة منيح. لا ولا مو لهالدرجة. لك لا تخجل والله أنت كتير منيح. عمر تاريك مانك قليل، ليش ما بتنضم للفريق؟ أستاذ أمي مستحيل توافق على الطابة. جرب سألها طيب، وإذا ما وافقت أنا بحاكيها. لك عرفان ليش تأخرت لهلأ؟ عن جد انت السلحفة بتمشي اسرع منك. ايه ليكني اجيت. بحياة التجار المحترفين برودة الدم مو مقبولة بنوب، وبالسوق يلي بيتحرك اسرع هو يلي بيربح. ماشي ماشي. ها اجيت اخي. تفضل، انا جبت لك كل المستحضرات يلي طلبتهم، ما بتفرقون بنوب عن الاصلي. ايه لكان هدول ليش كل هالقد رخاص؟ لا ارخص ولا شي، نحن بس عم ننزل من مربحنا، نيتنا نخدم هالدرويش. ايوه لك ابني انت لسه ما بتفهم بالتجاره فلا تتدخل. مسيك لشوف. ايه عدهم عدهم. الله يعوض عليك، اذا لزمك اي شيء اتصل فيني. يلا السلام سلم عليكم. سلم ايه لك رح نتصل على اكيد ان شاء الله. خلاص راح هاش تلوح بايدك. شوفي ليش نازلة خبط على الباب؟ جاي أسألك إذا اللي سمعته مزبوط. وشو سمعتي؟ شو الموضوع؟ الميرال خانم عم توقف بوش رزقي، عم تفتل على كل ستات الحارة وتنبهن مشان ما يشغلوني ببيوتهم. مزبوط هالحكي؟ اي والله هالشي مزبوط. طيب ما عم بفهم أنا شو عملت لها لحتى تعمل فيني هيك؟ وفكرك ليش يعني؟ المرة لساتها لهلأ خايفة إنك تفوتي بين سليم وبنت أسيل. بس حضرتها ما لازم تعرف إنه ما في هيك شي مستحيل يصير. وأنا قلت إنه هالشي مستحيل يصير، وقلت لها لا تفكري بهالطريقة، بس ما سمعتني بنوب. بس انتي بتعرفيها عم تفكر بمصلحة بنتها، شو بتساوي يعني؟ طيب مثل ما بدها. بس ليكي اصحك تقولي لها لنيسان، اذا عرفت رح تخبر خالة شكران، وبخاف بعدين تعلق مع ميرال خانم بلا ما يصير بيناتهم مشاكل بسببي. سارة تركك منا، رح جيب شنطاتي ومنطلع فورا. عمر شاب هادي وبحاله وما بيحكي كتير، وإذا استغلينا حبه لكرة القدم ساعتها ممكن تتغير حالته. كلامك مزبوط 100%. مرحبا. أهلين أسيل. أهلين أنسي أسيل. طيب عن إذنكم. طيب أستاذ بشوفك بعدين. إيه شو الأخبار؟ منيحة الحمد لله كتير منيحة. طيب اللي شو رأيك بتيابي؟ هدول جداد؟ لا والله يمكن أول مرة بتشوفهم علي. أنا فكرت أنه ممكن ألفت انتباهك، وبصراحة رح غير طريقة لبسي كرمالك. ما بهمني الواحد شو ما لبس، المهم عندي شوفي موجود جواته.
ولازم تعرفي إنه الشكل الخارجي ما بيهمني بنوب. بعرف هالشي. يعني البسي الشي اللي بيريحك، والناس اللي بيحاولوا يبينوا عكس ما هن رح يضلوا من جوا قلقانين ومانهم مرتاحين. مدام سارة؟ لا تواخذني، مستعجلة شوي. بس أنا حاسك معصبة أكثر من قصة أنك مستعجلة. خير إن شاء الله، في شي زعجك؟ أنا مضطرة لاقي شغل بأسرع وقت، بس كل الأبواب مسكرة بوشي، كيف بدك يعني معصب؟ تشتغلي؟ هاي شغلة سهلة كتير، إذا بدك أنا فيني ساعدك بهالشي. لا بتشكرك كتير، أنا فيني دبر حالي. مع هيك خدي كرتي، إذا حضرتك غيرتي رأيك تصلي فيني. يسلم. ظاهر ما عجبو تيابي، بس سمعني كم نصيحة. ناريمان، أنا لازم لاقيلي شي طريقة تانية. يلا يا شباب تجمعوا هون، صار لازم سكر هلأ لأنه خلص التدريب. تعالوا لشوف. أستاذ عن جد شو مشان لبس فريقنا؟ السنة الماضية جبنا كنزات بيضاء وقمنا نحن رقمناها بالألوان المائية، قام لما عرقنا حل اللون وكتير تبهدلنا قدام الفرق. أساساً لهالسبب خسرنا، الكل تمسخروا علينا وصارت معنوياتنا بالأرض. أنا رح أحكي مع حضرة المدير بهالموضوع. أوهو، يعني تبهدلنا مرة تانية. أنتوا بس اختاروا لون الفريق واتركوا الباقي علي أنا. هي عشتي أحلى أخت بالكون وأخيرا. والله فرحتينا. يسلموا إيديك. يسلموا أنسي أسيل. أخضر وأبيض معك، فكرة حلوة. أخضر وأبيض كتير منيح. خلص أخضر وأبيض. يلا لشوف غيروا أواعيكم وروحوا على البيت. يلا يلا شو أبيض. شو بدي أقولك، بالحقيقة أنا بتشكرك كتير. إيه معناتها بيطلع لي عندك عزيمة على كاسة شاي، ما هيك؟ عندي فكرة، بجي لعندكم المساء ومنشرب الشاي. اسمع ماهر، قال انه اخونا رجائي رافع دعوة حتى رجع المحل. لك يا اخي ولا كأنك عايش بالحارة. المحامي أو امي ظهري ظهري رح يتقطع. شبك شو صار لك فجأة هيك؟ ما فيني شيء، بس لما سمعت باسم رجائي دغري ظهري نازع علي ووجعني. عم قول لحالي خلونا نشوف المحامي تبعه ونعرف مين هو ومين عم يساعد هالأزعر بالشغلات العاطلة هي. ما بتعرف بجوز يطلع ابن حلال، منروح منشوفه وبلكي منحلها إن شاء الله. لا عمي عثمان، أنت لا تعذب حالك، ترك هالشغلة علي. اي ماشي منروح سوا. ايه وش اسمه؟ صالون الحلاق ردك تتركه وتروح يعني؟ اي نعم، جلال بالمحل. الله عليك، عن جد هيك مو معقول، انت غشيم لهالدرجة؟ حدا بيأمن شغله وباب رزقه عند ابن اختي جلال هالسرسري النصاب؟ استغفر الله العظيم. والله انت رجعت خلنج، رجعت 10 سنين لورا، وهلأ بس ادهن لك وشك بهالمرطب الخارق يلي عندي. اوه بشرتك وقتها رح تلمع لمع وتصير مثل الحرير. حرير شو؟ لا شايفني مرة؟ لا العفو، ما هيك قصدي، انت فهمتني غلط. يعني لما قلت حرير مو هذا تبع النسوان. لحظة، والله هذا المرطب كل المشاهير يلي بتركيا بيحطوا منه على بشرتهم. يعني انت بتتخيل مين عم يستخدمه؟ مثلا كينان ميرزا اوغلو، كفانش تاتلكوش، قدير بابا، ايه ولسه في هداك الملك شو كان اسمه؟ ولك احكي مثل العالم والخلق. شو صار لك معلم؟ برافو جلال، عن جد هالكريم شغلة تفتح وشي. هات لك علبتين منا. عرفان يلا هات. أساساً رخيصة مو غالية، بس 20 يعني. ماشي أهلين.
شكرا. معوضين معلم، ان شاء الله نعيما. مع السلامة، شرفتنا. عيدها. ولك جلال، والله هالمرة ناقشت معك. ولك جلال، والله هالمرة ناقشت معك. ناقشت معك معنا معنا ناقشت معنا سوا، ما هيك؟ نحن شركة وجيبة واحدة، كنت نسيان هذا الشيء والله. والله هذا وضعي، أنا كتير خايفة أخذ أي قرار يطلع غلط. وصلتي يا بنتي، أنتي ليكن لك فكر بنوب، وأنتي وابنك رح تكونوا بخير. أنا ما بحكي حكي فاضي أبداً، هاي الشغلة عم نورتها بعيلتنا، وأنا ورثتها من أجدادي. أجدادي أصولهم من بخارة. وين لقوا هاي الأعشاب بالكعبة؟ طيب طالما عم تقولي إنها منيحة باخد منها. هاي مقري عليها وبتشفي الأمراض. اسمعي، بتاخدي هدول الأعشاب بتغليهم وبتشربي كل يوم، وما رح يضل فيكي أي مرض. بس 1500 ليرة، ما أنا غالية شوي؟ ما معي غير 200. الصحة ما بتنشرب المصاري، انتي شربي منهم ورح تطيبي بسرعة، وقتها رح تفهمي شو قصدت بكلامي. طيب وهلأ شو بدنا نساوي؟ طيب أنا رح أعطيكي على قد مصاريكي، وإذا شفتي إنك استفدتي بتجي بتاخدي. بس أوعك تقولي إنه هاي المرة عم تاخد مصاري كتير، وإلا بيخرب مفعولة وما بتستفيدي منها أبدا. ما شاء الله قديش حليانة، خزيت العين. بنتي سارة؟ خير في شي؟ لا ما في شي خالة، شكرا. لا في معنك على بعدك أبدا. شو يلي خبيتي؟ الفاتورة ما؟ إذا ما في معك نحن مندفعها عنك، بس أنا ما بدي شوفك مزعوجة. مستحيل، ما بقبل إنكم تدفعوا لي الفواتير، أنا بدبرها. ما هيك بتشكرك. طيب اتصلوا فيني من شركة للغزل والنسيج، شايفين تصاميمي وعجبتهم كتير. بصراحة أنا ما كتير بحب أتعامل مع هيك شركات، بس أمي أصرت علي كتير فبعت لهم كم نموذج، ولو تعرف قديش ما تحيني بالإيميل اللي بعتوا لي. هلأ هو أنا متواضعة كتير، بس يمكن أنا بالشغل ما لازم كون هيك. ما أسهيل، بس لحظة واحدة، أنا بعتذر منك. يا أولاد ما عرفتوا تطيروا هالطيارة؟ إيه ما عم تطير عمو. إيه ما بتطير هيك، هلأ أمسكها لشوف. روح لهنيك لقلك، عطيني اياها عنك حبيبي. انت جاهز؟ يلا اتركها. امسكها لشوف. ماما انت شو عم تساوي؟ زينب موتيني من الرعبة. عم ساوي زهورات لأنه راسي عم يجعني شوي. روحي بعدي من طريقي. ريحتها طيبة كتير، إن شاء الله تكون طعمتها هيك. ماما وأنا بدي أشرب منها كمان. لا بنتي ما بيصير، بعدين أنا ما رح أشرب منها لبعض الإفطار. بس أنا ماني صايمة ماما، بدي أشرب منها هلأ بترجاكي. قلت لك ما بيصير تشربي،
يلا روحي بسرعة لغرفتك. نعم؟ ألو؟ مين معي؟ مرحبا أستاذ، أنا سارة. أهلين مدام سارة. إيه بصراحة في إلي عندك طلب، مو قلت لك إني محتاجة لشغل بأسرع وقت؟ أنا بعرف أطبخ وأهتم بالولاد وبنظف وبعزل، يعني مستعدة ساوي كل شي بقدر عليه. أنا لا تشغلي بالك بنوب، رح أأمن لك شغلي ناسبك، خلي بالك مرتاح. عن جد بتشكرك كتير، الله يكتر خيرك ويوفقك. أنا ممنونتك كتير، عم استنى خبر منك. مع السلامة. شو نمشي؟ بس لسه في وقت كتير للإفطار. في واحد من طلابي عنده مشكلة ولازم حلله إياها بسرعة، بدي روح شوف أهله. ومشكلة هالولد ما بتتأجل أبدا. إذا بدك بوصلك على محلك. وأهم شي ما لازم تستسلمي شو ما صار، المفروض تبيني له حبك واهتمامك ومشاعرك اتجاهه. طيب معناتها بما أني خطيبة أستاذ معتبر همومه مشاكل طلابه هي همومه، فأنا لازم أوقف معه وساعده لحتى يطلع منها. إذا احتجتك رح خبرك. جلال جيب الكولونيا. جيتك معلمي. وهي الكولونيا، بس هي مو ليمون، هي أحدث وحدة، وأنا جبت لكم آخر الصرعات وأحدث مواد للعناية بالبشرة، لازم الكل يشتروها. بيناتنا أنا رح أعطيكم فيها سعر خاص. شش لا تقولوا لحدا. تفضل يا معلم. أيوة تفضل يا خال، شميتوا هالريحة؟ ما في أطيب منها. والله ريحتها حلوة، بس انت قلي لشوف، اكيد ما انا منزوعة. انت عم تهيني هيك؟ لا معلم ما حبيتها منك. بعدين هي البضاعة تازة وكل حارتنا اشترت منها، يعني خلولي بالكم مطمن على الاخر. بتشوفوا بشرتكم بعد الحلاقة رح تصير مثل الحرير. حرير والله عجبتني. خلينا ناخد لنا شي واحدة منه. اي مناخد. يلا خود لشوف، هي حق هون. الله يعوض عليكم.
أيها الفقر، أنا رح أخلص منك، ويمكن أنتج مستحضرات خاصة فيني. لوسيون. إيه وبتسميها لوسيون. لوسيون جلال، السيد جلال أبو ريحة. فهمت شيخ أحمد، بس رجائي حسب القانون الحق معه. يا ريت لو أنكم استشرتوني قبل ما تعملوا هذا الشيء. معك حق يا مراد، بس والله ما خطر ببالنا أنه رح تطلعنا هالمشكلة بهالتبرعات. أكيد أنت عم تتفهم موقفي، بتعرف أنا عم بشتغل شغلي، ورفض أي قضية بخالف مبادئي وضد شرف المهنة كمان. بس أنا رح أقلك أنه بتفاصيل هالقضية في غلط كبير بحقي. أنا هلأ فيني ساعدكم بشغلي وحدي، أني أنصحكم بمحامي. بتشكرك كتير مراد، يمكن تقلناها عليك، لا تواخذنا. لا العفو، بتمنى أقدر ساعدكم. إن شاء الله، وشكراً كتير لألك، يعطيك العافية. شرفت. ألو. ألو رجائي، راجعت الدعوة وما فيها مشاكل. إيه والنتيجة؟ أهل الحارة مزنبين، يعني اللي بقصده من كلامي الطرف الثاني. حلو. وهذا يعني أنه نحن رح نربح القضية أكيد. معناتها الشغلة محلولة. أي طبعا، قلت لك القضية بجيبتي. تفضل. لو سمحتي، حابب شوف جيهان خانم. جيهان خانم ما أنا بالبيت هلأ، بدي شوفها مشان عمر، أنا أستاذه بالمدرسة. إمتى رح ترجع؟ إيه لا تواخذني، تفضل فوت لجوا. ليكون صاير مع عمر شي مشكلة؟ لا لا، أنا أجيت بس لحتى أخذ إذن من جيهان خانم لحتى تخلي عمر يلعب مع الفريق. أنا متأكدة إنه لعبه ممتاز، طالما أستاذه جاي لهون من شانه معناته عمر شاطر. برافو عليك يا حبيبي. بصراحة إذا عمر شارك بالبطولة هلأ رح يستفاد كتير، وبهالطريقة هي رح يصير اجتماعي ويصير عنده رفقات أكتر. خدي هي وفوتي على المطبخ. مرحبا جيهان خانو. مرحبا. ما أكون عم بزعجكم بس. لا العفو، تفضل ارتاح. اجيت لحتى أخذ إذن من حضرتك لحتى تخلي عمر يلعب مع فريق كرة القدم. ابنك عمر في عنده موهبة كتير كبيرة، وإذا استغلينا موهبته هي بصراحة هالشي رح يفيده كتير بدراسته ويخليه يصير اجتماعي. لا تعذب حالك على الفاضي أستاذ، ابني ما رح يلعب مع فريق الطابة تبعكن، أنا ما بسمح له. أنا بتشكرك كتير لأنك عذبت حالك وأجيت لهون. عليا عليا، الأستاذ بده يمشي، وصليه على الباب. نوقعوا لحالهم. معلش بنتي، كتير منيح اني فقت هلأ، كانت رايحة علي نومي. يلا انتي عدي العبي لبين ما جهز الافطار. عن جد الله يرضى عليك يا ناريمان، والله صار لي زمان كتير ما نمت مرتاحة مثل اليوم. صحي لسه ما شربتها، بس ريحة هالأعشاب وأنا عم بغليها خلت نفسيتي ترتاح. كيف لكان رح أصير بعد ما أشربها؟ يا رب إن شاء الله هالأعشاب رح تحللي مشكلتي، وإن شاء الله ابني رح يولد وهو بصحة وعافية.
بشو حكيتي مع هالزلمة؟ ما بكفي مفوتيه على البيت، شو حكيته؟ يلا احكي انت شو قلتي له؟ ولك احكي بقى. والله ما حكيت له اي شيء، يا دوب قال لي جاي يشوفك وانت اجيتي. اذا بتحكي يلي عم بصير هون لحدا وخاصه لهذا الاستاذ الفضولي رح دفعك الثمن غالي. نحن بيناتنا اتفاق. امي شو عم تساوي؟ عمر انتو عن اي اتفاق عم تحكوا؟ بعدين على شو ممكن تكوني متفقه معه؟